بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، واجعلنا رافعين لراية التوحيد ورايات الإسلام، يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على المشؤومين الأنذال. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك. توا جاو من لوط، ما عادش قالوا ما منش مش نؤمن لك، ما اتيت من اية، لو قصدك ساحر انت ساحر، وقصدك بالفتنة الى ما تقول انه ايات من الرب، هو رب الارض والسماوات كل الحياة، يا لا نهاية في الجاهلية، بل المصريين نوع ذا نهاية في المكر والخداع وسوء الأخلاق مع الخلاق قبل ما يكونوا مع إخوانا هذيك المجاهدين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني عندك قيمة عنده، وقالك أنت كليم اسأل تجاب. هاو بنو صهيون، قالك احنا احباب الرب وابناء الرب وشعب المختار من لدن الرب، هذا كل شيء اسمه يجينا. هاو بقى الاعداء اللي كانوا يعدي فينا وجاروا من تحت حس مس قاعدين كما تقول انت يرضيوا فينا من تحت حس. تو ولات الحكايه بما انه مشى الريح معاهم، مشات الريح معاهم، هيا طلعوها انتم من جهتكم احنا من جهتنا، ونحاولوا نرتبوا السيرة وندخلوا في صحبة العسل وبجهار، وباش تمقت المؤمنين اليوم أعداء وهم تيروريست، نحن أعداء فعلا، لكن العداوة مش أصل في أصلية فينا، أنتم عدوتكم لله خلتنا احنا أهل المولى نعاديكم بجهارا وبمكر زنا، والحرب خدعة، احنا نحارب فيكم بطرق شتى ما تجيش على بالكم. على مجرد أن نرفع يدينا بقلب سليم للمولى سبحانه وتعالى، متى نصرك يا رب؟ يقول لك نصري قريب، ووقت يومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، وقريب جدا، أنا أراه قريبا ويرونه بعيدا، يقول يعني العهد اللي يعد به الناس هذوما اش مش تكون نهايته، قال يراه بعيد. أي بعد توا ندخلوا لجهنم سويعة سويعتين، نهار نهارين، شهر شهرين، سنة سنتين، قرن ولا قرنين، ألف سنة ولا ألفين، وبعد نخرج ما إلا أبناء الله وأحباؤه. هذه عقلية صهيونية، والكلاب راهم يشتركوا معاهم، الكرب يشتركوا معاهم، اللي في بالهم أموالهم وعاهراتهم وأبنائهم أبناء السباح، هما اللي مش يخليهم متمتعين بكل ميسور والقصور، وهذه قصور مش يغرد فيها البوم، وانتم ماكمش فاهمين وقتاش تتشنقلوا، ونحن اللي في تونس الحرار واللي في كل مكان شرقا وغربا، نسأل الله أن يرينا فيكم ما لم يكن في حسبانكم يا كلاب الكرب يا أحمق الحمقى. نعود إن شاء الله تعالى.